تكونوا بخير وعلى خير. اليوم فلوغ جديد، فراني كنشوف اني كنتحرك بزاف. اليوم فلوغ جديد، عندنا واحد ايفينمون فاس واحد لافونت بريفي في اوتيل مدينة باراس كما كتشوفوا. الناس اللي فاس راه تيعرفوا اوتيل مدينة باراس. بون كانت واحد لامبيونس فريمون زوينة، وجي اسيستي اليوم لو بخومييي جور، واختاريت انني نبارطاجي معكم هاد ليفينمون هذا بالنسبه للناس اللي ما ساكنينش فاس. بزاف ديال الناس كيقولوا لي شنو هي هاد لافونت بريفي، شنو فيها، بزاف ديال الحوايج. بون اون بريف انا غادي نصور لكم تقريبا كلشي. هما لي بروميير جور، غنحط لكم لي بروميير جور ومن بعد لو دوزيام جور. كاين بزاف ديال الحوايج، كاين ماجدة بن جلون، كاين لي يوتيوبرز هاجر ابردا و شكون اخر، كاين رباب ازماني، زايد غنام، نهيلة القلعيلي غتكون غدا ان شاء الله غادي نكون معاها وغادي نصور لكم معاها، وزي لايف تما بزاف ديال الناس. المهم نتمنى هاد الفيديو انها تعجبكم. هادي من كازا، من كازا عفوا، كلكم تاقيو هشام تاك جديد، كلكم تقولوا ابوني في لاباج انستغرام ديالو. خلويا ونيا وفي الحب مسكين غتشوفي فارس احلامي ومعاك ومن الليل وتهلا تلقاها.